هون بلشت كل الحكاية. ايه هون بلشت. بتعرف شوقتني شوف غرفة أديب بعد ما وصفتها. وغرفتي؟ ايه وغرفتك كمان. خلص معناها انت معزومة على غرفتي. بس مو اليوم. ليش؟ خلص بعدين بقول لك. امشي. لحظة لحظة. لوين؟ راجع راجع. مرحبا. مرحبا. ليش واقفين هون؟ شو عم بدها تفوت؟ جايبني مشي من اخر الدنيا. بس في عرفنا على بعض. اسف صحيح انتوا لسه ما التقيتوا. ابي شهير بقديم. كان لازم اعرفك من اول ما شفتك. ما دام جايه مع بدر من اخر الدنيا فمنيح انه لسه فيكي تحكي. تفضلوا. انا ما بعرف كيف بس تخيلتك انه كنا رايحين لعنا. إذا هيك الله معكم. والأيام جاي لسه بنلتقى مو هيك شام؟ إيه أكيد أكيد لازم أشوفك مرة تانية. أكيد مع السلامة. أوكي. ومين قال لك إنه بدنا نروح لعندك؟ إيه بس أنا خلصتك من ورطة. إيه انتبهت. وهلا شو بدي أقول لماما آمنة إذا عرفت؟ معناها ما بتعرفيها. هيك رأيك؟ خلينا نفوت ثاني على المحل بعدين نهتم اللي عندنا. خلص بكفي اليوم ولا بدك تبطل شغل؟ طيب خلص بلا ما نفوت امشي. عم بحكي جد، انا بمر لعند الصبايا، يلا نلتقي بعدين. امتى؟ انا بحكي معك. اكيد اكيد الايام جايه. يلا باي باي. شو بدر افندي؟ تشرفت؟ علي ابو الحن نسيت انك عنا اليوم. ايوه. لا لا حبيبي صرنا سوا. شو الأحوال ماشية؟ صهري إيه؟ على مهلك بالرواق. ما صار لك بالقصر من امبارح العصر. لا لا عمي الله وكيلك مشان الشغل. بس مشان الشغل الله وكيلك. فهمنا فهمنا مشان الشغل بالرواق. صار لي 40 سنة عم دير الشغل بالرواق. شو بنا شوف شو أخرة الرواق معك ختيار مخرف. حكيت معي شي حنا؟ لا 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 عمي الله وكيلك عم بحكي مع حالي. ايوه. شوفي سحر برجع بقول لك ان الرجال دغري واللي بقلبي على لساني. علي رفيقي من 20 سنة واكثر وبعزه مثل اخي. بس احيانا بيسرح لحاله وما بيفكر بغيره. كيف عرفت انه هيك؟ رجع الشام، تركنا، تزوج، نسينا. وطلبتك منه ما قلك. يمكن ما بيحب حدا يشاركه بالورثة. معقولة؟ كيف تقولها هيك؟ أنا ما بحب اللف والدوران والحكي من فوق الأسطيح. قلتلك أنا دغري. لو ما هيك كنت طرقتك موال. ما تعرفي تخلصي مني بعده. لا تفكريني طماع أو على نياتي. فهمنا بقى، عرفنا أنك رجال أبضاي ودغري. وكلمتي سيف وحياتك. شو رأيك؟ أول شي علي بخاف عليك أكتر ما بتتصور. وبعدين هو قال لي عنك. بس أنا قلت له مو جاهزة للزواج. ليش؟ فايتي على شغل جديد بكرة وفي براسي كم موال بدي غنيهم. لا لا خلي المواويل إلي. في حدا تاني؟ لا. لكن ليش؟ والله أنت غريب. لا قولي بصراحة. شو بدك يعني قول؟ قولي إنه أنا مو عاجبك. لا بالعكس، أنت شاب ظريف، صراحتك بتخليني أعجب فيك أكتر. بدي حكي دغري. بدك ياني ولا لا؟ خلصنا بقى، أنا صار لازم روح. لك إيه بعرف بس شو قوليها. بدك تجبرني قولي اللي ما بدي أقوله؟ لا بدي ياكي تحكي اللي بدك تحكي وما عم تحكي. هيك يا أبيض يا أسود. ما بحب ضل معلق. صدقني أنت بتنحب كتير بس أنا ما في يعيش مع صراحتك كتير قوية. بدك حدا يكذب عليكي؟ لا بس أنا بدي غير حياتي، بدي غير حالي وبدي غير كل شيء. وما بعتقد إني ممكن غير شيء معك. يعني شو فهمها؟ لا فهمها مثل ما بدك تفهمها. أنا ما فيي أقول. صحيح أنا شوفير بس خابر الدنيا منيح. صدقيني يا سحر لو كان فيك تقولي إيه كنت غيرت حياتك. بجوز. أنا رح روح. قرصان؟ لا 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 رح روح لحالي. صباح الخير. أنا آسفة وجي. لا الصراحة ما بدي أسف. باي باي.
السحر خلاص، سحر خلاص. سناء، سناء، سناء بعدين، هلأ صار وقت الشغل. شو هالفوضى؟ لك وينو هذا الشاب اللي اسمه هلا الاستاذ يحيى بيحط الحق علي اذا تاخرنا بالتصوير؟ مرحبا. اهلين. تكون العافيه. الله يعافيك. انا عندي مشهد اليوم. ليش مين حضرتك؟ انا مازن. مازن؟ انت مازن واقف جنبي وانا عم بسال عنك؟ يا اخي ليش تاخرت؟ طب استاذ قلتوا لي الساعه 12 وهي 12 ل 10 يعني. وين كان بدك تصير تجي ابكر من هيك؟ بدك تظبيط قبل التصوير. هاي اول مره بتمثل ما؟ ايه. طيب طيب روح عند الشباب جوا خليهم يظبطوه لبين ما يكون وصل الاستاذ يحيى. اوكي. حافظ حوارك. ايه هن جملتين يعني. جهزونا المشهد 478. يلا شباب بسرعه. بدنا الماكينه جوا. استغفر الله على النهار. شو القصه يا جماعه؟ ما بيصير هالحكي، ما بيصير. شو جهزت؟ لا ما جهزت، ما اجت الماكينه. شو هالفوضى؟ ما بيصير هالحكي. صباح خير. مرحبا سامر، شو ما جهزتوا لسه؟ جاهزين استاذ بس لسه ما اجت الماكيرة. يا حبيبي وانا كيف بدي اشتغل بلا ماكيرة؟ يا سامر ما حطيتوا اعلان؟ حطينا استاذ وجانا كم اتصال بس ما حدا اجا. طب يا اخي جيبوا الماكيرة القديمة. لا الله يخليك استاذ، ما صدقنا انت خلصنا منها. شبه والله كانت ظريفة. اعوذ بالله، مثل الدهانين كل الوقت عم تطصنا طلص. اهلين وسهلين. شو هي هاي الانسه؟ ماني شايفها من قبل. بتكون شي كومبرساي من زمان سويت. يلا شباب رح اتاخر. بتدبري حالك بدون ماكيره ست شهر؟ يعني بصير يا استاذ كيف هيك؟ والله ما بصير. حلوها حلوها اخي. مرحبا. اهلين. اكيد حضرتك الماكيره مو هيك؟ ايه. ايه يلا. شو هيك دغري؟ ايه قلبوا الدنيا عليكي. عفكرة نحن بالمعهد كنا نعمل مكياج لحالنا وأحيانا كنا نتصاعد مع بعضنا، بس هون ما بعرف ليش هيك عم يصعبوا المسألة كثير. بس أنا ما عندي خبرة مكياج الفنانين. إيه وكيف اشتغلتي؟ قريت إعلان بجريدة ورحت على المكتب وبعتوني لهون دغري. مشان هيك فتي ملبكة هلا من شوي. على كل الأحوال مكياج التلفزيون مانو كتير صعب وأنا رح أحاول ساعدك. هلا أهم شيء لما بدك تحطي بالمكياج ما يكون معجق وتكوني دارسة الحالة النفسية والجسدية للشخصية، وبدك تنتبهي كتير 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 لمسألة الإضاءة، لأنه الإضاءة إذا عكست على وش الممثل فبيطلع الغلط من المكياج. صعبت عليك مو هيك؟ لا ما في مشكلة. هلا أنت هون وأنا لساعة عم بسأل عنك. شوفك جمتي، مو أنت الماكيرة؟ إيه بلا. طيب طيب تعالي شوفي الست شاهد بعدين رجعي كملي مع الشاب. طيب. بيرعب مساعد المخرج. عفوا انا ما تعرفت باسمك. اسمي سحر. تشرفنا. انا مازن وانا كمان هي اول مره لالي هون. اهلا وسهلا. انا رح اقوم روح. بس هيك في شغله صغيره. لما بتحطي الفون اسالي الممثل اذا كان مرتاح على لون الفون ولا لا وخليه يتفرج على حاله بالمرايه. طيب شكرا. عفوا. مرحبا مدام. اهلا حبيبتي. شكرا حبيبتي شكرا. صلك زمان ماكيرة؟ صلي 10 سنين. والله ما شاء الله مو باين عليكي. بلشت انا وصغيرة. ايه واضح انه ايدك ناعمة هيك وخفيفة ومتمكنة. الله يخليكي. الاهم من كل هذا انه واضح انه اخلاقك عالية. هذا الشيء كثير مهم للماكيرة بدها تشتغل معي. شكرا. شو يا شهد؟ مرتاحة هالمرة؟ والله بصراحة
حبيتها كثير لهالبنت. شكرا. شو اسمك حبيبتي؟ اسمي سحر. حلو حلو الاسم. طيب فينا نبلش؟ انا جاهزه، راكوري كمان جاهز. اوكي يلا. عظيم. بس بدي سحر على طول معي. ها اوكي يلا شباب. شباب شباب حنصور، جاهزين؟ وينو الاستاذ امير؟ يا سامر يا سامر، نادي الاستاذ امير يلا بسرعه. لا والله يا حبيبتي لا، لا والله، لا والله يا حبيبتي لا، لا والله يا برام. اعتذرت منه، ما اشتغلت معه، ما دفع كثير. يا استاذ امير ليك، بس تخلص مكالمتك رح نبلش مع الست شهد. بهذا المشهد بدي اياك تطلع كل حقدك على زوجتك. اوكي سامر، جهزت لي الشاب؟ جاهز استاذ. جاهز يا مازن؟ ايه استاذ جاهز. حافظ دورك؟ ايه استاذ. ليك مازن، ما تدخل لحتى تسمع صياح الست شهد، وحاول تختار الوقت المناسب. اوكي لا تبكر ولا تتاخر. يلا اوكي. يلا شباب شباب، جاهزين؟ عندنا خمسة شباب. جاهزين. خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين. تعالي هون. إذا فكرتيني ولد تكوني غلطانة كثير. ولد وراح تطلق ولد، بس الحق مو عليك، الحق علي أنا اللي كنت فكرة أنه ممكن أحب واحد أصغر مني ولد مثلك. يا سمية أنت عم تحكي حكي عم يعصبني كثير. بعد عني عم قلك. ما إلي قلك طلع من هذا البيت. ما في بدي اطلع. اذا بدك تطلع بدي اكسر رجلك. بدي اقول لك اتركني. اسمعي لي، قلك ايدك عنا. اتركني ايدك عنا. معقولة اذا قصرت مد ايدك عليها ايدك بكسرها سمعان؟ لا تتركني معه والله يخلي. مستحيل بقى اتركك لحالي. ستوب. برافو شباب. يعطيك العافية. يعطيك العافية مدام. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية يا حبيبتي. يعطيك العافية. شو كيفك مازي؟ منيح؟ ماشي الحال. عويانين عزماتك معي؟ ايه. مازن؟ أمر أستاذ. يعطيك العافية مازن. الله يعافيك. شغلك كثير منيح. ما قلت لك إنه بيستاهل دور أوسع؟ إن شاء الله الجايات أكثر من رايحات. مازن مقنع بدون شك. هذا شرف كتير كبير لي. الو الو الو، انه عم تحكي انت معي هذا الحكي، وان شاء الله اكون بيض وشها للمدام شهد. برافو برافو، فات بالمود دغري. اكيد يا سحر. بس تخلصي مدام شهد جهزي لي البقايا. حاضر استاذ. يا سامر سامر، جهزي اللي بعده. يلا حركه يا شباب. المحامية الأمورة خفيفة الظل والروح بلا مشغول شوي. شو القصة؟ ما في شي جده، بس يعني مشاكل الناس. بالعادة بتتركي مشاكل الشغل بالشغل. شو صاير شي جديد اليوم؟ ما في شي ماما، بس أنا ضايجة شوي. وين أنتي؟ شبعت. سلموا إيديك يا عمتي. صحتين. اتركوها اتركوها، هلا بتروق. الله يهدي سرها. بعد اذنك جدو لازم شوفها. كملي غداكي وبعدين بتشوفيها. ماما حاسه اني لازم شوفها. يا حبيبتي شوفيها، اكيد زعلانه. يعني تصرفاتها مو معقوله ابدا، ما عادت صغيره. هلا بعرف شو القصه. دايما على الوش. صحتين حبيبتي. حازم مو مثل الأول، متغير كتير. صار شي موقف بيناتكم؟ لا، بس صاير عم بيعاملني برسمية، واليوم تقصد يقول لي أستاذي عزة. تخيلي بعد كل هالعلاقة بيقول لي أستاذي عزة. لا تكبريها كتير، بجوز فلتت منه. شام أنا ما بقدر أتحملها، ومنه بالذات. طيب هو وين قال لك أستاذي؟ بغرفة المحامي. وكم محامي كان فيه؟ ما بتذكر، خمسة ستة يمكن. عزة معقول؟ حتى ولو، هذا ما بيمنع انه هو صاير بارد كتير معي. ما بتعرفي شو ظروفه. بعدين ما محرزة كل هالمشكلة. يلا قومي، ما حلو ماما تشوفك هيك. قومي يلا شام.
يعني ما فيها شيء؟ يلا خلينا نطلع. لا معلش خليني شوي حبة اقعد لحالي. ما تطولي. أنا رايحة يا جماعة، بتكون شي؟ خليكي ماما، خليكي للمساء. لا صار لازم نروح. يلا باي يا صبايا. مع السلامة. مع السلامة. ماما ما بقى تقلقي على عزة، ما عاد صغيرة. خايفة تنصدم. ما بعرف هالبنت ليش طالعة عاطفية وضعيفة. هي إلها تجربتها وأنت إلك تجربتك. كان بدي إياها تطلع قوية مثلك. جابر بعده عم يضايقك. عم يضايقني؟ عم يخنقني جابر، وما عم بعمل له شي. جابر ما بده حجة، خايفة اللي عمله جدك فيه وأبوك يطلع براسك. أنا شو دخلني؟ لأنك وقعتي بإيده. خايفة من ضياع الجزدان كتير. ما تخافي ماما، أنا ما رح أتركك. بعدين إذا جابر ضل عم يضايقك أنا رح وقفه عند حده. ماما ديري بالك على حالك. عم تشوفي بدر؟ بعدني مترددة. لا تستعجلي، خدي وقتك. يلا باي. باي ماما، الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اشتقت لك الساحة. شكرا. انا ما بعرف ليش بتضل واقف بالساحة. انت مشتغل على تاكسي شي؟ لا. طبيعي ما راح تفهم. ممكن تضلك تلف وتدور ساعة كاملة مشان توصيلة بخمسين ليرة، وممكن من هون تاخد توصيلة بمية. ايه بس شو فرقت؟ بجوز ما تاخد. بتفرق بالوقت وبالبنزين وبالزباين. شوف لي هالزبونة اللي جاية من هنيك. وينها؟ لك ايه والله هاي ما بتطلع الا مع علي. اتشارط انه راح تطلع؟ من شو لشو؟ من كاس الشاي لكاس الشاي، ما في غيره. علي منو هون؟ إذا بتحب استني أو بوصلك بسيارته، أنا بشتغل عليها. لا شكراً، بدي أطلع بالباص، كنت حابة أشوفه. سلم لي عليه. يوصل. شو؟ أبص إيدي إذا ما في شيء. وإذا قصيتها كيف بدك تسوق؟ ببطل السواقة وبصير مراقب خط. ها؟ دير بالك على بنت عمك. ها هي تدير بال علي. ريم تقبر قلبي، ما بدها توصاي. تأمري أمر بنت عمي. لا تطولوا علينا مشان الله. يا عمري ما رح نرجع لنمل. بس ما نتجوز بغيابكم. لك شو المسحة لي هاي؟ خلينا على اتصال. أكيد عمو. يلا خاطك بابا. تروحوا ترجعوا بالسلامة. سلامات عمو. تروحوا ترجعوا بالسلامة. الله يسلمك. لا يا عمو. يلا مع السلامة. باي باي. ترجعوا بالسلامة إن شاء الله. وين بدك تاخذني هلا؟ وين حابة تروح؟ وين حابة روح؟ على قاسيون. هل تسال بدها تطلع بالتلفزيون؟ لا تقبرني، ما بدها تطلع بالتلفزيون. خالته سحر بدها تعمل لهم وشهم وشعراتهم. وشهم وشعراتهم؟ ايه. ما حلا لسه هذا اول يوم. ماما هاي الطعمي طعمينا قلنا. انتو كبار بس اخوكم لساته صغير. اذا خذ اذا خذ يا حبوب. وطوا صوتكم، ابوكم نايم. بدك تحكي لنا كيشي؟ ايه طولوا بالكم علي بس لاخذ نفس شوي. اهلين اختي، يعطيكي العافيه. الله يعافيك، كيفكم؟ شو ماشي الحال؟ الحمد لله. انت مريضه؟ شبكون عم بتطلعوا فيي هيك؟ والله العظيم رح احكي لكم كل شيء، بس روقوا علي شوي. شو اختي؟ مظبطه حالك كانه عم تسرق المهنه. لا اختي ما عم بسرق المهنه. شو بدي اقول لك؟ خليكي عند الاولاد. ايه ايه اوكي. يلا هذه المأساة. كيفك ولا انت ما تقسم لي؟
ليه؟ فايق؟ لا لا أنا نايم. رجعت سحار؟ رجعت واستلموها الصغار. نامي نامي صباح على خير. وأنت بخير؟ خالته رح تضلي مع شهد على طول. خلصنا خالته، صرت عايد الحكي مرتين، قلت لكم كل شيء. بس اكبر حصير ممثلة. اي والله يا خالته التمثيل شغلة حلوة. حكيتي مع امير؟ حكيت مع امير وحكيت مع الكل كمان، بس هلا خلونا نشوف المسلسل. لا بقى تحكوا استاذ، كنت فاتح زر قميصي هيك، مسكته هيك من قميصه وقلت له اسمعوا لك اذا هسه بتمد ايدك عليها بكسرها، ودفشته بعد ما قلت له يا واطي. بالضبط. هلا بشرفك، انت ما كان جاي على بالك تقول له يا عن جد؟ والله بصراحه كان جاي على بالي اقول له، بس هو بنفس درجه هاي الوطاوه. لك لا يا زلمه، امير بيضل يعني شب وعرف الشق طريقه لحاله، اخذ فرصته الزلمه. وشهد شو؟ شهد الى قصه لحالها، بحكي لك اياها على سكره، بس هلا بدك تسمع لي قصه الماكيره. هي سمعتها مازن. لك ما حكيت لك اياها قصه الماكيره لما حكيت لي اياها. حكيت لي اياها، حكيت لي اياها، سمعتها منيح. انت ليش بتضل قامعني؟ لانه مازن مو معقول طوشتني بقصصك. ليك اديب اجا، اديب مستمع ممتاز. الله يسعد لي المساء ويسعد لي الرواء كله. استاذ اديب، انت بتعرف انه انا بحياتي ما زعلت حدا وبحياتي ما اهنت حدا، يعني لولا انك ضغطت انت والمعلم حمدي على ابي يعني بحياته ما كان اتصل. بدي اياك تطول بالك، وانا معك باي قرار بتتخذه. يعني اسف بس انت مانك مجبور فيني. لا تنسى انه انا كان لي الدور باللي صار معك. مزبوط مزبوط، بس كانت القشة التي انا اسف لهالتعبير. انا ما قلت لك انا معك باي شيء بتقرره، بعدين انت بدك تخبرني قصصك. هلا اذا بدك يلا بلش. يا سيدي اليوم لما رحت على التصوير اول ما فتحت شفت مساعد المخرج، ارتعبت منه كثير، قال وينك ليش تأخرت؟ أنا ماني متأخر، كنت واصل قبل بعشر دقائق، فتت لجوا وقت بطل واحدة كتير 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 حلوة مع شنتاي، أول شي فكرتها كومبارس مثلي، هي جاية لعندي عم طلعت الماكيرة. يا هلا بالاخ جابر، يا هلا. السلام عليكم. يا هلا، شرف. مرحبا يا رجاء. تفضل. كل عافيه. شلونك؟ ان شاء الله منيحه. الحمد لله. امي كانت تقول انك ما تجي. ليكني اجيت، واذا بدك تروحي انا جاهز. وين تروح؟ بناتنا ما يروحن مع احد. شو لسه ما قلتي لها؟ كنت استنى تيجي وبعدين. وشو هلا؟ هسا انبسط. غزاله تريد ترقص، شوفها. لما تكوني موجوده ما بقدر اشوف حدا غيرك.
أويلي على حكي أهل الشام، ما ضيع لبنية غير هالحكي. نسمة ما راح تضيع معي، لا حتلاقي حالة. شو قلتي نمشي؟ اقعد يا نسمة. معلم جابر أريد أحكي معك كلمتين ولوحدنا. شرفي أنا قلت لوحدنا. سمعتك يمه. تفضل. أجرب وأسأل مجرب ويلا، يلا نسمة يلا. أسأل غربي ومشرق ويلا، وأسأل عذر في الهوى يا ويلا، وأسأل عذر بودربك يا ويلا. أيوه. شلون تريد أصدق أنه من كل البنيات ما اخترت إلا نسمة؟ أول مرة بحياتي بشوف أمها بتقدر بنتها. أنا أريد مصلحتها، والبنية ما تتحمل عذاب. عذاب شو أنت التانية؟ رح أخذها ستتها ورستقها، حاجتها شنطتها ودوارها. أنتم يا أهل الشام تعرفون شلون تدبرون أموركم، بس إحنا يا المساكين شو نسوي بحالنا؟ لا في بيدنا ورقة ولا علام. هلا الخلاصة شو اللي بدك يا؟ أريد ورقة من المحكمة وعلى سنة الله ورسوله وغيره. أظل مع بنيتي من يوم ولدت، ما فارقتها وما أريد أفارقها للأبد. مشي تكرم عيني. يلا منه بتسليها ومنه بتشتغلي معها بالبيت. حاكم أنا طول الوقت برات البيت. الليلة ما تروح معك، تنتظرنا وباشر نجيك. وبركي ما أجيتو. تنسى نسمة للأبد. شو هالحكي يا لنسى نسمة؟ أنا ما عاد أحسن أقعد بدونها ولا دقيقة. زين لعاد انتظر وباشر نشوف. ما خلص حكيت يمه؟ لسه بدك فكري يا نسمة؟ أني نويت وما حد يغير رأي. سمعتي؟ احنا اتفقنا. ماشي أمري لله، بستنى كمان يوم. باشر تحضر كل شيء وتنتظر. ينتظر؟ معلش معلش نسمة، نستنى كمان يوم. يمه مع السلامة يا معلم جابر. طيب تصبحوا على خير، بكرة ها. مع السلامة. اسمع يا نسمة، معك الليل بطوله، اتفكري زين والصباح رباح. أشوفك قعدتي، ما تريدين تغير هدومك وتنامي؟ ومنين أجيب النوم يمه؟ تفكرين؟ اي بيش؟ بالأيام اللي جاي. لو حد يبصر لي. بختك معروف يا نسمة، بس انت اللي تركبين راسك. أريد أجرب يمه، أريد أجرب. زين يمه، أنا حذرتك. طول ما انت معاي أنا ما خاف يمه. أنا أموت بيوم من الأيام. بعيد الشر يمه، كل خوفي على البنية الصغيرة. لا تخافين عليها، يوم ان كنتي بعمرها كنتي تطعمين عشيرة. اي امه هي الصغيرة عودها طري. لا تخافين عليها. اخاف انها ما تحب هالمصير. اريد يمه، اريد ارقص واغني، ما تخافين. يا الملعونة انت تسمعين؟ أقول لك لا تخافين عليها. يلا يا نسمة سلم عليكم. أشوفكم بخير. الله وياك. السلام عليكم. صبي يا القهوة بقى، صبي يا. صباح الخير. صباح الخيرات. صباح الخير. شو مبكر؟ عود شرب قهوة. ما بسترجي زميلي جديد نظامي كتير. ايوة دخيلك طلع بكير، فكر حاله معلم. بعدك ما في معلمين ابو جورج بخاطركم. الله معك. الله معك، مع السلامة. اخ اخ تعرف يا ام جورج كأنه ختيرنا. شو مفكر حالك بدك تضل طول عمرك تشتغل؟ تعرفي انا خايف كون ظلمته لبدر. لا
بدل الرجال ما بينخاف عليه، خاف على بنتك ما تنظلم. اي والله. يسعد لي هالصباح. وينو عمي؟ عمك راح. كيف يسمح لحاله يكتب لي هيك جملة؟ عم بشحت منه شحاده انا؟ لك يا بنتي ليش بتضلك معصبه عليه؟ ليه؟ انا ما عم بفهمه، ليش عم يتصرف معي هيك؟ بده يفرض حاله علي بالقوة. لك يا حبيبتي هذا عمك وبده مصلحتك. وانا ما بسمح لحدا يفرض حاله علي، ما بقبل. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شو استاذ؟ شمستك عالية. صباح الخير اخي. الشغل هيك معي ما بيمشي. زمان عمي راح، زمان علي راح. اوف وين راح؟ لسه الرجال ما صار له يوم قاعد ببيته. لازم يكون في نظام بالشغل والدوام. فمان علي يعني هالمصلحة هاي لازم تضل خسارة بخسارة. وليش معصب حالك؟ روق ابو الحن، الرواق حلو. اخي الشغل شغل، واللي كنتوا عم تعملوه اسمه مسخره، وانت جاي توقف المسخره. يا عيني عليك، هلا صرت تفهمني. عظيم، معناها قبل ما نوقف المسخره في هون بريز حاول تصلحه. انت لساتك كهربجي مو هيك؟ على فكره مصلحتك هي مستحيل تخسر. زين شرف لعندي ابني. مرحبا معنا بخمدي. شو يا؟ ما عاد ينقعد عنا بعد ما صرت وتصورت بالتلفزيون؟ السماح لنا معلم. ابو مازن شرف لعندي انت كمان. مور يا معلم. ابوك رجال طيب يا مازن، بأبوس ايده وطلب الرضا. انت بتمون يا معلم. استغفر الله يا ابني، جيتك كف. اسمع يا ابني، ايه قدام المعلم حميدي من دي اليوم ورايع. ان شاء الله بتنكسر ايدي يوم تتمد عليك. تسلم ايدك يا ابي. هيك ها المسامح كريم. ابو مازن راح بترككم خمس دقايق، دير بالك ها. بامر شواربك معلم. ابني عد لضيفك شاي. يا ابي انا ما فيني اطول، عندي تصوير، بس جاي اقول لك كلمتين وامشي. احكي يا ابني احكي. يا ابي بتوعدني ما تعصب علي؟ يا ابني ما بدنا نعيد ونفتي، احكي ودغري. يا ابي انت بتعرف اني انا بحبك مو هيك؟ وما فيني اتخلى عنك لا انت ولا اخواتي ولو شو ما عملت فيه. بس يا ابي انا جيت لعندك على القهوه وبدي اياك تسامحني. انا بدي اترك البيت. يا ابي بتمنى تكون عم تفهمني، يعني انا بدي اعيش بمجتمع يفهمني ويخليني اتطور واطلع لفوق. يعني حابب تسكن لحالك؟ طبعا من بعد اذنك. ما بدي اذن يا ابني، انت مقرر وجاهز وراك ناس طيبين وقوايا. بس بدي اقول لك شغله، لك ابني انت قادر تدبر حالك؟ يعني شغلك بيطلع لك مصاري؟ مدبره يا ابي. يا ابني انت صرت رجال وانا اعطيت كلمه للجماعه، انت حر. بس بدي اقول لك شغله واحده، الصينيه اللي عيرتني فيها ربتك وربت اخواتك. انا صحيح يا ابني بشتغل بالقهوه بتخدم على الزباين، بس بحياتي ما مديت ايدي لحدا، كله من شغلي وعرقي وكد يميني.
والله بيشهد على هالحكي. نحن يا ابني بحياتنا ما مدينا ايدينا لحدا، رزقنا من شغلنا. تيسر على شغلك يا ابني، قد ما اشتغلت انا برضى عليك وامك بترضى عليك بتربتها، بس اوعاك اوعاك توطي لنا راسنا يا مازن. جاي جاي جاي. ما بدك تطلع مصاري؟ علم روح شوي. روح روح احط احط جاي لعندك. يا ميت اهلا وسهلا لك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك أهلا. كنت متأكد انكم جايين. ها لو كان الامر بيدي. طولي بالك مدام، سلام لله. طيب سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك ان شاء الله بتقبريني. شبك خجلانة؟ والله محتارة وما اقدر اصدق. لا صدقي صدقي. شرفوا شرفوا. تفضلي مدام تفضلي تفضلوا. يما حكيت مع الجماعة؟ كل شيء جاهز معلم، بس ما بيمنع نتأكد من جديد. اتأكد على السريع معلم. ما كان أحسن لك بالأوتيل؟ اسمه فاضي، ليش التكاليف؟ لسانك بتقصره وهذا الموضوع بتشيله من باله. على راسي. إذا سأل عني الدكتور لاقي لك شي حجة. الحجج دائما جاهزة معلم. مهونة. أنا هيك دائما، أبدا ما بتأخر. وين الرجال اللي يريد يكتب الورقة؟ يا عمتي هنوف، أنا خاوزت بشي شرط من شروطك لهلا؟ لا. خلص، والرجال والشهود ناطريننا بالبيت. زين. وبما انه نفذت كل شروطي انا في عندي شروط. ما هيك يا نسمة؟ اي اشرط. مو شروط شروط، فيك تقولي نظام التعامل. هلا عنا هون بالاوتيل في شيء اسمه نظام الفوتة والطلعة والتسجيل واللازي منه. هات من الاخر. نظام الخيام تنسولي اياه، وهالبقجة كمان. طمني رح اجيب لك ثياب جديدة. يعني مثل بنيات المدينة؟ بالضبط. وبدي اياكي تصيري مثل بنات المدينه المحترمات يلي بيعرفوا يستروا على بيوتهم. يعني طلعه فوته بلا اذني ما في، تليفون ما بتستعملوه، بدي دق لاقيكي بالبيت، وامتى ما بفوت وامتى ما بطلع ما بدي حدا يقلي وين رايح وين جاي، حكي مع الجيران ما بدي. تبصير ما عاد فيه بس لإلي بتبصريلي، إلي لحالي، لانه ما عاد لازمكم مصاري. الاكل والشرب وكل شيء بدكم اياه وكل شيء بتتمنوه من عندي. منيح هالحكي؟ شنو؟ شلون ما نحكي مع العالم؟ تريد تحبسنا؟ انا حاكي لك هالحكي يا نسمة، فقبل ما نكتب شي بدك تقلي لي يا ايه يا لا، لانه بس كتبنا خلاص الرجال رجال والمرأة مرأة. تمام هالحكي؟ هسع هيش تعيشون بالمدينة؟ ايه نعم، لانه كل الناس اللي بتحترم نفسها وبتحافظ على شرفها هيك بتعيش. هذا حكي لحن. مشي الحال معلم. روح روح. شو قلنا؟ ايه ولا لا؟ لك هيك بدي اياكي. تفضلوا. سمعونا الفاتحة من جهة التوفيق. اهلا وسهلا. شرفتوا شرفتوا. مبروك. يا رب. الله معكم. مع السلامة. الله معكم. مشان حساب ما تاكل هلا، سمير بحاسبك. الله معكم. الله معكم. مع السلامة. هاي الورقة شرفي، اقري بنفسك. أنا ما أفتهم بالقراية لكن أريد الورقة. هي أحسن لك، شو بدك بهالشغلة؟ مريني. أنا تعبت، أريد مكان أرتاح بي. هاي الغرفة روحي ارتاحي قد ما بدك، وهي غرفتي أنا ونسومتي، أوعي تقربي لعندي. ها لك يقدرني الخجلان اللي عامل حاله مو فهمان. ليش الأوف ليش؟ يعني شو صار؟ أنا تعبت وأريد أنام. نوم العوافي يما. ارخصوا بي. طمنيني، عجبتك الغرفة؟ امشي امشي. هيك تحكي لك يحرق. ان شاء الله نوم العوافي. لساتك هون؟ لك تعي تعي.
شرفي شرفي. هاي الغرفة لإلي ولك وبس. تفضلي. حلوة شكيب. يا ريت اتصلنا برفيجتي سحر. مين سحر؟ هذه كوفيرة. لك بلك واقفة بلا بطيخ مبسمة، ما بدك شيء مثل القمر مثل البنات الصغار طالعة سبحان الذي خلقك وصورك. جابر أريدك تتحملني اليوم، ترى أني صحيح أرقص بالخيمة قدام الرجال لكن ما أعرف الرجال. كيف يعني؟ يعني ما في رجال لمس إيدي. لك حاجتك بقى سلبان علي. والله هلا يعني إنه أنا هو الواحد يعني. والله خيرتي سبحان الذي خلقك. شوفي شو صاير. شو بكي حبيبي؟ حكيني. حاسة حالي وحيدة كتير. طيب خلص حاجتك. خليك معي، خليك معي بدر. لك أنا معك وين بدي روح؟ تعرف تصور ما بعد شيء. قصدك بعرف اسرق. ليش حاسه خايفه؟ ليش لخاف؟ انت بتخوف؟ ما بعرف حاسك ملبكه بتاخذين الشنطه. سويت استقبل كثير ضيوف بالعادة مشان هدول. لا جبتهم وما عاد يخلصوا. رح يخلصوا. لا انت اكيد ملبكة وخايفة مشان هيك. خلينا هي منطقتك وهي منطقتي. تشرب نسكافيه؟ ايه يدخن كمان إذا ما عندك مانع. طبعاً لا، تفضلي. أنا متعود ساوي النسكافيه بغرفتي. ما تعملي لي ضيفة؟ قومي جيبي الفناجين. وينهم؟ ليكم هناك جوا. بالخزانة هاي؟ إيه. تعرف؟ حركتك بغرفتك ما بتشبهك أبداً. كيف؟ ما بعرف. كنت شوفك دائما شاب مدلل. ايه وشو فرق هلا؟ هلا حاسه كانك هيك وحيد عايش لحالك. مثلك؟ عن جد بتشوفني وحيدة؟ مثل ما بشوف حالي. خلينا نغير هي السيرة. أحسن ما يسمعنا أديب كتير بينزعج. بدر انت بتحلم؟ لا انت كتير. امبارح شفت حالي راكبة على موتوسيكل، كنت حاطة بإيدي كفوف وعم دور كل الشام. هذا حلم لما أمنية؟ ممكن يكون أمنية. بس في حلم ما بيفارقني أبدا. شوف حالي ببستان كبير
بهذا البستان في خيمة، من هاي الخيمة عم ينزل هلمت خوذة عسكرية كبيرة، عم تتدحرج على الأرض كأنه شي راس مقطوع.